فما تقعدوش حضراتكم تطلعوا تتكلموا. ما هو مثلا لما هتخيل حضرتك، معلش وانا لازم افتح الموضوع ده، تخيل حضرتك لما حد يطلع يقول لك عندك موسيماني بقاله 8 شهور، معلش انا ما عدتش، قولوا لي يا شباب بس هو واخد كام بطوله لغايه دلوقتي. تخيل حضرتك ان موسيماني مدير فني اول ما جه اختار مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره او اداره الكره في النادي الاهلي ان هي موسيماني، ان هي تختار موسيماني. هو كان اختيار ريسكي فيه خطوره، محدش عارف اول مره مدير فني افريقي يجي لمصر. خلاص اختاره في 8 شهور خد 5 بطولات. تخيل حضرتك، تخيلوا ان حد طالع يقول ان هو كفتجي. طب ده ترد عليه ازاي؟ او تقول عليه كده ليه؟ او ترد عليه تقول له ايه؟ ما تردش عليه الكلام ده، تسيبه يقوله. لانه في الاخر كان في حد زمان يقعد يقول نكت، فكنا لما كل ما بنحب نضحك نفتح نشوفه على اليوتيوب. دلوقتي بنسمع الكلام ده وبنقعد نضحك، والله لا بسمع الكلام ده وقعد اضحك، بس هي اصله كلام غير منطقي بالمره، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه يا جماعه. الارقام والحقائق دلائل للجميع. راجل جه في 8 شهور خد 5 بطولات، اتنين تخيل خد في 8 شهور 2 افريقيا، واحدة من نادي كبير نادي الزمالك وواحدة من نادي كبير نادي كايزر تشيفز. قال 2 بطولة افريقيا، وخد دوري كمل الدوري وخد كاس وخد سوبر افريقي. طب هل المطلوب من المدير الفني ان هو يخسر عشان يبقى حلو في نظركم؟ وتقولوا ان هو بيلعب كرة كويسة؟ بس يخسر عشان نادي تاني ياخد الدوري، ساعتها هتتبسطوا؟ وتقولوا على موسيماني كويس، وتقولوا على حسين الشحات كويس، وتقولوا على بواليا كويس. على فكره ممكن جدا يبقى عندنا انتقادات لبعض اللاعبين احنا كقناه وبنتكلم فيها في الاستوديو التحليلي كابتن ايمن شوقي وضيوفه ونجومه دايما بيتكلموا فيها، مفيش مشكله، ولكن احنا بننتقد للصالح العام، مش مجرد ان انا بنتقد وبقول اي كلام علشان يتعمل لي لايك ويتعمل لي ريتويت ويتعمل لي الكلام ده. عيب الكلام ده، عيب. اطلع اتكلم، اي حد يطلع يتكلم بالمنطق. ما عنديش والله ما هيبقى عندي مشكله، هطلع اقول لكم شكرا انتوا ناس يعني بتقولوا كلام فيه منطقيه شويه. لكن حد بيقول لك ايه، ما ندي بقى الدوري للاهلي. دوري ايه اللي تديه للاهلي؟ ما هو الاهلي 42 مره دوري على فكره. ده الاهلي هياخد الدوري ان شاء الله لو ربنا رايد. بالمناسبه لو ربنا رايد ان احنا ناخد الدوري، عندنا 9 ماتشات نكسبهم ناخد الدوري،